وناخد اول تليفون معانا. ام همزه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بحبك قوي حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. الشيخ احمد عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يحفظك يا رب. اتفضلي سؤالك. بعدين انا كنت عندي بس سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، انا الدوره الشهريه لما بتيجي علينا واحنا نغتسل الحمد لله، هل الصلاه اللي احنا ما صليناهوش ده علينا؟ يعني اصليه ولا ما اصليهوش؟ حاضر. يعني هو زيه زي الصيام ولا؟ حاضر حاضر حاضر. وتاني سؤال، انا حصل حادثه عندي هنا في السويس، بس مش حادثه عربيات، يعني حاسه اغتصاب للطفل وكده. فانا كل ما لما سمعت الحادثه بوداني وكده قلبي وجعني لحد النهارده. كل ما اجي اصلي الطفل يعني يجي قدام عيني والكلام ده، فانا تعبانه نفسيا. فانا مش عارفه هل صلاتي كده تجوز ولا اعمل ايه، لدرجه ان انا بقعد اعيط في الصلاه كتير قوي من اللي انا شفته ومن اللي انا سمعته. ماشي يا حبيبه قلبي. بالنسبة للسؤال الأولاني، فالمرأة إذا حاضت فهي لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام. هو حد يقول لي طب إيه الفرق مع إن الصلاة أعظم، يعني أعظم من الصيام. هو إحنا عندنا في قاعدة كده على طول، إن عندنا سبحان الله إن الله عز وجل رفع المشقة عن الإنسان، كل أمر فيه مشقة على الإنسان فالله عز وجل يرفعه، يأتي بالتيسير. فعندنا قاعدة حتى فقهية بتقول كده، لها أدلة في كتاب الله عز وجل، وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره. قال الله عز وجل القاعدة الفقهية بتقول أن المشقة تجلب التيسير. فهو لو أن الله عز وجل أمرها بقضاء الصلاة، فالمرأة مثلا عليها 7 أيام، كل بقى الدورة دي كل 25، أو كل الدورة بتاعت المرأة كل 25 أو كل 28 يوم، فكل 28 يوم وفي واحدة بقى ممكن تجي لها 7 أيام، فالسبع أيام دي 5 × 7 = 35، فعشان تقضي الصلوات دي هتبقى فيها ايه؟ مشقة. فيها مشقة. فلذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمرأة ان هو رفع الايه؟ الصلاة. لكن الصيام بيكون كم مرة؟ رمضان بس. رمضان بس. فلذلك هو ما فيش مشقة في مسألة الايه؟ في مسألة الصيام. فالمرأة إذا حاضت تعمل ايه؟ بعد الاغتسال لا تقضي الصلاة. لكن إذا حاضت في رمضان تقضي ما عليها من ايه؟ من صيام. خلاص كده، فاحنا وضحنا ليه. اما بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو يعني نسال الله العفو والعافيه يا رب، ربنا يحفظ اولادنا واولادكم جميعا يا رب العالمين. لا شك ان ممكن حادثه زي دي بتبقى مؤثره على الانسان، وممكن الانسان يبقى في حزن وفي كرب شديد وهم باللي بيحصل ده، لكن بنحاول بقدر الإمكان اللي احنا نطلع من الهم ده ونحافظ على أنفسنا وعلى أولادنا بقضية الصلاة. يعني كان أحد الصالحين يقول لهم والله، يقول له يا بني، يقول لأولاده كده يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلكم، إني لأزيد في صلاتي من أجلكم. ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فإيه؟ فليتقوا الله. من تمام التقوى اللي هو إيه؟ أن يصلي الإنسان، إن هو يبدأ يصلي. فكان سعيد بن مسيب عليه رحمة الله كان يزيد في صلاته. طب بتزيد في صلاته عشان مين؟ عشان ربنا يحفظ أولاده.